صباح الخير، صباح النور. اهلا خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة يا رب. انتم اخوتي خواتاتي في طيرنا البسيط. بغيت نسلم عليكم من بعد ما تسرحت شوية، من بعد السفر، من بعد العيد. شاوا توتي اميتشي مياي كومي ستاتي سبيرو بيني. فينالمينتي اميتشي مياي دوبو الفياجو تشي سيامو ريبوزاتي. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا. خارج نتمشى، اليوم ثالث نهار عندنا في المغرب من بعد ما ارتاحينا شويه الحمد لله. ايوا دابا حنا خارجين نتمشى، وكنت راه نشارك معكم هذه الخريجه. المهم حنا هنايا في الشارع، عندنا في الرباط، في هذا الشارع غادي نازلين. جيت البحر، ولكن البحر غنخليه من بعد. دابا غدا غير المرجان. شوف على هاد الكنيسة كيف كانت، هادي راها قديمة في عهد النصارى، قريبة هنا من البحر. دابا راه دايرينها مكاتب، يعني دايرينها وقيلة بلدية صافي. ودابا حنا غادي نمشيو للكارفور ناخدو شي حويجات خاصينا ونرجعو بحالنا ويكون خير. قلبنا على دار النصوص، خذ معاك واحد الدور. تنقلب على دار النصوص، باغا ندير وجهي من بعد السفر والتعب والحرارة ديال الشمس. دار النصوص البنات راه مزيان في هاد الفترة هادي، بزاف 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 الناس اللي كتمشي للبحر، الناس اللي كتعرض للشمس، راه مزيان دار النصوص. وتطحنوا معاه شوية الخيار، طحنوا عليه الخيار يعني، وديروه معاه وشوية الحليب نيدو، يعني حليب غبرة، راه مزيان في هاد الفترة. حاولوا البنات ديروا على الأقل غير مرتين في السيمانة، راه مزيان. هو راه شنو تاخذ هذا ولا هذا؟ أنا دارك أنت حباباتي، هنا كاين داكشي ديال شتي القليان، الفريت، كروفيت، كالامار، كلشي. ها كالامار غزال، غيلة غزال. بحال لي عندنا مكاينش الفرق بصراحة، زعما كاين بزاف الحوايج. هنا لي جامبريتي، لي جامبريتي 200 درهم، 750 غرام، ولكن يستاهلها بصراحة. بيتزا، شي ديال الكلاص، هاد الماركة العالي، هاد مانيوم توا عندنا تا حنا، هاد الميني توا ميني مانيوم، هاد المانيوم. هانتوما خوتي، خوتي كاين كلشي ما شاء الله. لي فوماج، هذا ديال اللي كنديرو بيه حنا لي ساندويش، لي سوتيليتي، انواع والاشكال، همبرغر، ساندويش، التوست، كلشي كلشي كاين ما شاء الله. لي فوماج محكوك، فوماج ديال البيتزا بصراحه. شي كاين كلشي موجود، نفس لي بوط لي عندنا، لي بوط انتيغرالي بالدقيق الأسود يعني بالنخالة. والحاجة الزوينة باريلا، باريلا عندنا، باريلا، باريلا إيطالية، الروز، تا
الرز كاين ماركات زوينين معروفين بحال هذه ماركه زوينه هذه الماركه هي سهية هنا تشد القطنيات ما شاء الله كل شيء كاين كل شيء موجود طحين عندنا هذا البونز و نتاخذ فيه المايونيز والكاتشب ولا موطارد 25 درهم والله الا زوين هذا البرون بديت يقلب على المايونيز هذا كله مايونيز اه وي مايونيز ديال الصلصه ديال الكاتشب ديال الطوم خذ مايونيز اللي بغيتي عمر مطارد زيت زيت زيتون بونا وين كل شيء موجود إيزابيل تنحمق على إيزابيل كنت كناكلها بزاف بعض المرات ما تنبغيش ندير الغدا كناكل إيزابيل وليتي تبغي إيزابيل ملي كان صغير تيقول لي يا ماما ملي نمشي للمغرب خذي لي إيزابيل سبحان الله ما عرفتش عندها واحد المذاق غزال كنا كنمشيو للبحر كندير فيها لي ساندويش ها هي هنا كاين سينغول يعني وحده بوحدها وهنا بغيتي تاخذ الثلاثه ديما كنديوها للبحر كنديروا بها البانيين وداكشي تيحمق عليا ولدي تياكل تقريبا غير إيزابيل بوحدها هنا يعني كياكل من غير يعني كاع جميع انواع الطونه كياكل غير إيزابيل هنايا العطريه داكشي وهنا كاين حسن ماكله ديال القطيطات يعني لا القطيطات الكليبات بالنسبه للناس اللي عندهم مغربين قطيطات وكليبات هذه الماكله ديالهم موجوده كاينه في كارفور عندنا حتى هادشي ديال النساء خلص 23 درهم فيها ثلاثة زوينين صراحة هيا كاين هاد التحت هدا وكاين ثلاثة بحال هادو وكاينين ثلاثة بحال هادو والله إلا مزيانين ثمن وحدة البنات هاهي 23 درهم مزيانين خديت ليا حيت مجبتش معايا الباكاج خديت ليا هاد النيفيا هاهو باش ندوش هو داير 27 درهم كندير 35 هادي تا هي ماركة عندنا ديالنا هذا تا هو ديال ديغوطون داكشي ديال المكياج تا هو ديالنا نيت عندنا تا هو تقريبا هنا فيه شي 3 دراهم على ديالنا حسن كاع الحوايج اللي تلقاها عندنا كاين هنايا بنات وغناخذ هاد الشومبان حيت ما جبتش الشومبان ديالي هذا ما تيضرنيش ملي ما تلقاش الشومبان ديالي تناخذ هذا الزوين ديال كاموميلا والميالي العسل العسل وهذا ولا مانبوج راه زوين حتى هو كاين هذا باللوز حتى هو راه زوين واخا درو الاطفال راه ما تيأثرش عليهم راه غزال هذا صراحه مثلا هاد الكارنيل او الترا راه زوين راه صابو فيه انواع واشكال هاهو حتى بزيت الزيتون شحنا عندنا نيت هاد الماركه صراحه هاد كارفور وخديت نيت لولدي حتى هو خديت ليه هذا تيغسل بيه حيت ما جبتش لينا راكم عارفين ما جبتش الباكاج و كنديرش السائل في الطائره وحتى حوايجي اللي صيفطت الاولين الساك اللي كان جا قبل حوايجي اللي صيفطت ما صيفطتش معاهم الليكوي يعني ما صيفطت معاهم حتى شي حاجه ديال السائل صيفطت غير حويجاتي هذا الفيف حتى هو راه كاين كلشي موجود كلشي كاين صراحه بالنسبه اللي ما بغاش يجيب الباكاج يجيب غير حويجاتو اللي ما يلبس يجي حتى هنايا وياخذ اللي بغا كلشي كاين كلشي موجود صراحه صافي وغناخذ حتى الدينتي فريش دينتي فريش غناخذ المهم غنشوف كاين حتى ديالي اللي كناخذ انا سانسودين
ولا البارودونتكس، ولكن البارودونتكس ما كاينش. غدا ناخذ الكولغات احسن شيء. وانتم معايا احباباتي ويكون خير باذن الله. صافي اخوتي هنايا من بعد ما خدنا داكشي اللي كان خاصنا، صافي دابا حنا غادي نخلصو ونخرجو نمشيو للطرباج ديالنا، ناخذ شي حويجات مازال باقي خاصيني، نمشيو للدار ويكون خير باذن الله. هانتوما هاد الكنيسة راه قديمة. هذا هو قبيلة صورت لكم الفصل الأول ديالها، هذا هو الفصل في اتجاه الخلفي. راه زوينة بنينة في الرباط، مشينا الكارفور تقدينا أنا الولد وولد الأخ، جبنا داك الشيء اللي كان خاصنا. الكارفور غير حدا الدار، لكن شي حاجه خفيفه مثلا ما تقديناش تقديه الدار ولا شي حاجه، شي حاجه لينا حنا خاصنا وصافي. منيتك باش نخرجوا شويه نيت صافي حبيباتي. المهم هانتوما معنا، كيف ما دوزنا المهير ديالنا نتوما غدوزوا معنا بخير باذن الله. المهم دابا غنمشي نشرب القهوه ديالي ومن بعد ان شاء الله حنايا معاكم. ايوا صافي يا خوتي، هنايا من بعد ما خرجنا من كارفور حنا دابا جينا هنا للسويقه او الجوطيه. المحلات باقي كلشي ساد، مع الناس مسافر راكم عارفين مع العيد، يعني كلشي ساد. المهم غناخذ غير شويه الربيع وشويه الخس وشويه السلطه وصافي غنمشيو بحالاتنا. من بعد غنمشي نشرب القهوه ديالي صافي، نمشيو للدار نديرو ردانا. راه ما كنخليش يسربي الربيع باش ما خسرش الكليان ديالي. لا سربك هو والله ما عطيتك الحساب عليه. هاد البريكولي شحال بنيتي؟ نعم هذا 20 درهم حفيه. داري لي 20 درهم ديال الربيع بنيتي. هذا شحال؟ ناقص شي بحال 6 درهم. شكون هذا الشلاضه؟ ايوا شكرا الله يعاون الربيع. ايوا هالولاد غادي نهز القفه. خدينا الربيع، خدينا الشلاضه صافي. حنا قربنا نوصلو للدار. انا اول شيء بعدا غندوز للكافيتيريا ضروري حبيباتي، ضروري ناخذ القهوه ديالي. هانتوما خوتي سيدنا السيد جاب لنا قهوه حليب، بعد ما مشيت للقهوه شوف شنو جاب ليا. شوف القهوه الحليب عندنا في المغرب كيفاش داير. قلت له شوف لي قهوه حليب جاب ليا الكاس قد قداش. انا تنحب قهوه حليب، حنا حنا كنقولوا كافي ماكياتو، يعني كافي ماكياتو تيكون قد هكايا، يعني فيه هو كافي و تيدير له ماكياتو شويه الحليب. ايوا مسكين هما، يعني هما بحال هكا راك عارفين القهوه راه كاينه تفوت ايطاليا ما كاينش القهوه كيف ما بغيتوها، راه حتى في سميتو حتى في السويد وفي الدنمارك وفي النمسا وفي المانيا وحتى في سويسرا. المهم انا كاع البلدان اللي سافرت لهم وشفتهم كلهم تيجيبوا لك قهوه وحليب بحال هكا، تيقول لك كافي امريكانو ولا ماشي امريكانو، المهم بحال الكافي امريكانو كلهم تيجيبوا لك لي طاس قد هكا وحتى كبار. انا في النمسا والله الا جابوا لي قد هكايا والله العظيم كنبقى عنشوف القهوه حليب، يا
يعني كندوبل اربعة المرات على الكابوتشينو ديالنا حنايا صراحة، حتى في فرنسا واسبانيا وكلشي صراحة ما كاينش بحال قهوتنا في ايطاليا. هانتوما 16 درهم والقرعه الماده الزوينه تيعجبني هاد القرعه الماده هادي. يلا حباباتي انا باركة ما خديتها، بغيت نبرك برا. المهم هنا الشارع ها هو حدا الدار، هي الدار قريبه من هنايا. صافي زوينه هاد القهوه هادي تعجبني، دائما تنبرك فيها، دائما كل عام تنبرك فيها. من بعد ما مشينا للكارفور، من الكارفور دزنا الجوفية صافي، وعطيت للدراري التقضية مشاور الدار، ونجيت هنايا باش نطلب القهوة ديالي. حديت باغا نكون صنبرة مع راسي شوية، فهاد راه حنا راكم عارفين سوقيت عندنا نمشي وقت القهوة، ولكن راه ضروري خصني نشرب القهوة. داكشي علاش ما بغيتش القهوة كحلة باش ما تضرنيش، قلت الوغ انا ناخذ غير قهوة وحليب وصافي. المهم حنا معاكم ان شاء الله العشية غنزلو للبحر ان شاء الله، وهانتو معايا معانا ونشوفو كاع ان شاء الله النهار ديالنا بسم الله. الله يبارك في الكافي ديال النمسا. هذا هو حبيباتي خواتاتي. المهم من بعد 3 ايام الحمد لله ارتحيت شويه صراحه، صباح تحملت صباح بكري، تحملت مع راساتي فطرنا صافي، خرجت للكارفور من الكارفور للسجوقية. دابا جيت هنايا، دابا العشية جاي عندنا واحد الاصدقاء جديدة غيجيو عندنا هنا للرباط، وغنزلو ان شاء الله معاهم نتمشاو في جيت البحر، وجيت المهم جيت لاكوط وغنمشي للحسان ان شاء الله، وغنزلو معانا ويكون خير باذن الله. باقا ما شفتش بزاف الناس العائلة، باقا ما شفتش اختي، باقا ما شفتش بزاف ديال الناس. ايوا الحمد لله. المهم شويه بشويه ايوا هذا الشيء بغيت نقول لكم صراحه، الجو زوين في المغرب وخاصه العجمي، يعني وخاص يكون ماشي بحال داك الصهر اللي عندنا حنا. حنا عندنا دابا لي ميديتي، دابا ملي يدك تتلصق، انا ما كتلصق حتى شي حاجه بصراحه، الصهد كاين ولكن مزيان. ايوا صافي البنات فرت الشعير حيت كيجيب ليا الصهد، فرتو غير لا هذيك السيوة هي خفيفة بالحزام ديالها طويلة مريحة فيها، مريحة فيها صافي. هذا هو يلاه باي باي الزوينات.